ما كان رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. تجلت آية الرب العظيم، فأين الطاعنون من الدلال؟ وأين اللاعنون بصدر ناد؟ وأين يكون من الحوالي؟ فؤادي قد تأذى من أذاهم، وقلبي دق من قيل وقال. أطالوا ألسنا التذميم ظلما، فأمرنا كإمرار الحبال. وقالوا كذب يؤذي الأناس، ويعلم من يراني سر حالي. وملأوا كل قرطاس بذمي، فأصبحنا كمجروح القتال. وما خاف عقاب الله ربي، إذا ما جاوزوا سبل اعتدال. أما شاهت وجوه المنكرين، فقوموا واشهدوا لله لالي. بدت آيات ربي مثل شمس، فما بقي الظلام ولا الليالي. تجلى صدقنا والصدق يجلو، فأشرقنا كإشراق الليالي. وصافاني ووافاني حبيبي، وأرواني بكاسة الوصال. طلعت اليوم من رب رحيم، وجلت شمس بعثي في الكمال. فلا تقنط من الله الرؤوف، وقم بتوبة نحوي تعالي.